السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم أحمد صالح وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. كثير من الأوقات لما نبدأ بإنشاء عروضنا التقديمية ونكتب بعض النصوص، يعني سواء كانت عناوين أو فقرات أو ما شابه ذلك، فمنلجأ إلى التصاميم الابتدائية اللي بيقدم لي إياها كتمبليت برنامج الباوربوينت، ومن خلالها ممكن أطلع أفكار، يعني أقوم بتحسين العرض التقديمي كتصميم بالعموم. فلو توجهنا على سبيل المثال وأخذنا بعض التصاميم من قائمة ديزاينك، فرح نشوف أنه في عندي ثيمات جاهزة. تمام، هذه السمات بتغير لي الخلفية وبتقوم أيضا بعرض النصوص بطريقة يعني نوعا ما جميلة، لكن هذه كلها تعتبر قوالب جاهزة، وبالأخص تعتبر فقط عبارة عن صوريات. الآن كيف ممكن احنا نعمل شرائح احترافية لعرض النصوص لكن الباك جراوند أو الخلفية تكون فيديو، تكون متحركة أكثر جاذبية وبتشد الجمهور بطريقة جدا احترافية لحتى تساهم معك بتسويق معلومتك بشكل جدا بسيط وجميل. الآن إذا كنت مثبت إصدار الأوفيس 365 أو كنت مثبت إصدار الأوفيس 2021، يعني أنت حاصل على التحسينات والتحديثات بهذه الإصدارات، أو إذا كنت مانك مثبتة وترغب بالحصول عليها، رابط تحميل النسخة الأخيرة من أوفيس 2021 راح تكون موجودة معكم بوصف هذا الفيديو إن شاء الله. فلو توجهنا الآن إلى قائمة الانسيرت بيكتشرز ومنختار ستوك إيميرز، يعني راح أحمل أنا مواد أو ماتريال عبر الإنترنت من نافذة البرنامج مباشرة. راح نشوف إن البرنامج خدم لي عدة تبويبات، منها الصوريات، منها الأيقونات، ومنها أيضا الفيديوهات المجانية. خلني أنقر عليهم. الآن راح يستعرض لي بعض الفيديوهات المجانية اللي ممكن أستخدمها كباك جراوند، خلفية للنصوص، وهذه الفيديوهات بتساهم معك بإنشاء بيئة عمل تفاعلية جميلة جدا جدا للغاية. أفترض راح أعمل شريحة بتتضمن عنوان لقصة، خلني أختار على سبيل المثال هذا الفيديو وأنقر على مفتاح insert. بعد ما يتم تحميل فيديو أنقر باليمين عليه وبختار send to back. send يعني إرسال إلى الخلفية، أيضا برجع بختار send to back. طيب الآن بحدد النصوص وبقوم بتنسيقات ابتدائية على هذه النصوص من خلال نوع الخط وحجم الخط واللون إلى ما هنالك. خلني أختار على عجل وليكن عندي مثلا هذا النوع من الخط وعندي اللون الأبيض، وبنختار شادو أو ظل بسيط وبسحب النص وليكن عندي بهذا المكان. بتوجه إلى الانيميشن وخلني أختار fly in على سبيل المثال، ويكون عندي من اليسار، خلي بدي يكون عندي مع السابق، المدة الزمنية بمقدار واحد، تأخير بمدة وليكن أيضا واحد. أنقر باليمين وبتوجه إلى الإفكت أوبشنز وبنعمل ارتداد أو وثب عند النهاية. تمام، وخلي يكون عندي السلوغان أو العنوان الفرعي يكون نسبة التأخير أكثر حبة إضافية. فالآن إحنا لو شغلنا شريحتنا راح نشوف الجمالية بهذا الشكل وبكل اختصار وبساطة، يعطيني عرض فيه انيميشن وجميل للغاية بالاستناد على إضافة الفيديوهات بالخلفية من مكتبة مجانية. طيب بحال أنت عندك أوفيس 2019 أو ما قبل وخدمة تحميل الفيديوهات من داخل البرنامج مش متاحة، لهيك راح أترك لك رابط في صندوق الوصف، هو موقع البيكساباي. هذا الموقع شهير جدا، كمان بتحمل من خلاله الصور وبتحمل فيديوهات وبتحمل الصوتيات وبتحمل فيكتور وكله بالمجان. رح نقف على تبويب الفيديوهات وخلنا نبحث عن كلمة معينة، وليكن بدي أعمل مثلا شرح لفيديو معين بيتكلم عن النصائح والتوعية في زمن كورونا، فخلني أضغط على كلمة البحث هي الفيروس ونشوف العديد من النماذج للفيديوهات الممكن تساهم معي، يعني تكون خلفية لإيش؟ لفيديو معبر عن الموضوع نفسه يلي عمالي بتكلم عليه. خلني أختار على سبيل المثال، لاحظ في فيديوهات جميلة جدا جدا فيها انيميشن وكل هذه الفيديوهات عبارة عن فيديوهات مجانية. خلني أختار هذا الفيديو وأنقر على فري داونلود ومن ثم داونلود. بعد ما نقوم بالتحميل راح أتوجه إلى برنامج باوربوينت وخلني نختار نيو سلايد جديد، وخلي نختار الشريحة تكون عندي فارغة مبدئيا. بتوجه إلى insert وعندي فيديو this device، فيديو من هذا الجهاز. تمام، رح نتوجه إلى التحميلات
هذا هو الفيديو، وبنقوم بإدراجه في شريحة باوربوينت. بتوجه إلى قائمة التشغيل، منفعل أمرين رئيسيات، هو التشغيل التلقائي واللوب، يعني أعمل حلقة تكرار تشغيل تلقائي، كل ما انتهى الفيديو يعيد نفسه، كل ما انتهى الفيديو يعيد نفسه. خلني أتوجه إلى Insert ونختار شكل وورد ارت على سبيل المثال، وبكتب في العنوان اللي انا مراد وضعه، سواء كان عنوان لشريحه او فيه نصائح ارشاديه او ما شابه ذلك، وليكن على سبيل المثال نصائح وارشادات حول فيروس كورونا. نفس المبدا بتوجه الى القائمه الرئيسيه او الهوم، ونختار نوع خط معين، وبختار لون للخط. إذا حبيت أنك يعني نظلل أو يعني نميز بعض الكلمات مشان تكون فعالة تمام وتكون أكثر جمالية فلا بأس بالموضوع. وإذا حبيت تتوجه إلى قائمة الانيميشن ونختار يعني حركة معينة للنص وليكن بهذا الشكل، أيضا بخليه يكون عندي مع السابق، وبختار مدة زمنية وليكن 1.5، ونسبة تأخير يعني بعد ما يشتغل الفيديو بمدة زمنية معينة يظهر معنا النص. ونفس المبدأ إذا حبيت تعمل وثب عند النهاية أو تعمل يعني انتهاء متجانس بحيث تكون عندك الحركة ناعمة بآخرة، فأنت تتحكم بهذه المواضيع تمام. فالآن احنا لو شغلنا راح يكون معنا بهذا العرض الجميل مثل ما أنا شايفين، فيديو بصراحة جميل للغاية، وفيديوهات كلها مجانية. ممكن أنك تنشئ مشروع متكامل فقط عبارة عن نصوص بسيطة، وتستخدم الفيديوهات كخلفيات تكون معبرة عن الموضوع يلي عم تتكلم عنه. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم. كالمعتاد تكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، ترزوا عني كل خير وألقاكم على خير، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.